اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، مشرفني منورني. اهلا بحضرتك يا كابتن سيف، اخبارك ايه؟ كله بخير، كله تمام. احمد مشرفني منورني. اهلا بك يا كابتن واهلا بماهر. نقدر نقول قربنا من كاس العالم؟ يعني اكيد ما يكون طبيعي ان منتخب مصر يكون متواجد في كاس العالم. الحديث بقى اللي ما بحبهاش. لا يا كابتن، احنا بنقول الحقيقه. والله ما بحبها. ليه بس؟ حتى لو الحقيقه، ما هي دي الحقيقه. الحذر مطلوب، لازم المفروض في عالم كره القدم احترم الخصم مهما كانت القصه لحد ما توصل. لكن لو بتقارن يا كابتن بالفرق اللي موجوده معاك في المجموعه، ما انا عشت لحظات صعبه وقارنت. احنا اللي بنحط نفسنا في الوضع ده، ما هو عشان ما نحطش لازم نقول ان ده ماتش صعب. بالظبط، يعني ماتش مصر والكونغو ماتش صعب وخسرناه هناك. اللي تتاهل هنا كسبنا 2-1 الحمد لله. لا قصدي هناك لا، هنا بتاع هدف صلاح. خلاص ال 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 الفرق الثانيه خدمتك، وغانا والنتائج والقصه، راح بتلعب الكونغو ضربه الجزاء، قعدت على نفسك وراح تاخد البطاقه من غانا. كابتن سيف، احنا لو بنتكلم من الطبيعي ان منتخب مصر يكون متواجد في كاس العالم 2026، ان شاء الله ان شاء الله نكون متواجدين. لو بصينا لمنافسينا في المجموعه، احنا بعد كل البعد بفرق كبير عنهم. جيبوتي انت يعني فارق عنها مستوى كبير جدا، سيراليون انت فارق عنها مستوى كبير، اثيوبيا انت فارق. منافسك الوحيد اللي هو منتخب بوركينا بيمر بمشاكل كبيره جدا داخل المنتخب، مشاكل مع المدرب، وممكن المدرب كمان يتم تغييره في الفتره القادمه. فانت دلوقتي في افضل حال، يجب على منتخب مصر يعني التركيز على حاجه ثانيه بقى، مش كاس العالم في الوقت الحالي. لو النبي، ايوه كابتن، ده الطبيعي. حلمنا كلنا امم افريقيا اللي جايه، ده الطبيعي. تركيزنا بقى خلاص كاس العالم، ان شاء الله نكون متواجدين في كاس العالم. لو بنقارن نفسنا بفرق الاخرى او المنتخبات الاخرى اللي في مجموعتنا، لكن تركيزنا الاهم يكون تحقيق بطوله الامم الافريقيه. منتخب مصر، لا ما دي ما هو ده هدف قبل هدف. تمام، كده تمام. يعني ده الهدف الاول. بطوله خلاص الشهر القادم، حلم المصريين كلهم ان البطوله دي تتحقق. اسم منتخب مصر بعيد عن التتويج من 2010، بعاد جدا. 2017 وصلنا المباراه النهائيه محققناش. يعني انت النهائي ما يرضكش؟ طبعا ما يرضنيش. النهائي زي كانت، ما خدتش حاجه، ما حققتش حاجه. ده طبيعي؟ ايه الطبيعي؟ ان احنا وصلنا كاس العالم ولا امم افريقيا ما نبقاش النهائي؟ الطبيعي ان احنا نبقى يعني في النهائي، ده العادي. الطبيعي ان احنا النهائي ما خدناش حاجه. مصر عندها الجينات بتاعت امم افريقيا، في وجود الفرق ووجود الاسامي اللي موجوده دلوقتي. مصر طول عمرها كده، لما التاريخ بيقول ان احنا الاكثر طبعا فوزا باللقب 7 مرات، وغير 3 مرات خسرنا فيهم النهائي. من اول لقب واحنا الاكثر مشاركه في البطوله. فمنتخب مصر اللي تاريخي بالحالي، وحتى علمونا كده. يعني ما هو احنا في 2017 كان الجيل بتاع 2017 ده رايح علشان يوصل نهائي. ده كان رايح بعد بعد غياب 7 سنين عن القاره اصلا. انت ما بتلعبش اسامي منتخبات كبيره، ورايح بعد 7 سنين وطلعت عادل اول ماتش وخلاص بقى. طب انت مين منافسك في كاس الامم؟ منافسي في كاس الامم طبعا كوت ديفوار، بما انهم اولا اصحاب الارض، ثانيا ان هم عندهم جيل قوي فعلا، طبعا بقياده سيباستيان هالر، يعني بعد ما رجع من الاصابه. منتخب قوي جدا، حتى في التصفيات قدم اول جولتين مستوى ممتاز. عندك طبعا منتخب المغرب رابع العالم، منتخب منافس قوي جدا، وكمان انت وهو دايما ماتشاتك بتبقى في غايه الصعوبه، وان كان عندنا حاليا الافضليه النفسيه عنهم شويه بعد الانتصارين الاخيرين في 17 وفي 21. اكيد بقى في القوه العاديه زي السنغال، برغم ان هم الجيل الحالي خلاص كان وصل للبيك بتاعه، حاليا بداوا مرحله التراجع شويه اعتقد، بس برضه يظلوا اسم ومنافس قوي. الجزائر بمنتخب رياض محرز وجودهم، الكاميرون طبعا. دي فرق جامده قوي طبعا. ما هي دي افريقيا، ده مشوار مطبطه صناعي. يعني هو احنا في 21 وصلنا للنهائي ازاي؟ احنا كسبنا كوت ديفوار، بعد كده تكسب الكاميرون، قصدي المغرب الاول، بعد كده تكسب الكاميرون على ارضها. احنا فنيا بنسبه كام في المية؟ يعني فنيا احنا الافضل؟ لا مش الافضل يعني، بس ما فيش حد تحس ان هو عنده من المنتخبات الحاليه عنده الافضليه. يمكن المغرب شويه، يمكن بقى لو على افراد المغرب دلوقتي الاكثر تكاملا وخبره واسماء متوفره في كل المراكز، ومحترفين كلهم. فيمكن المغرب تحس كاسماء وفنيا هم الاقوى، بس المغرب عودتنا ان هي ياما برضو بيبقى عندهم اجيال قويه ويجوا في امم افريقيا ما يظهروش بشكل قوي. مين الـ الاسم اللي انت ممكن تتخيل ان فيتوريا يفاجئ بيه الناس في كاس الامم الافريقيه؟ يفاجئ بيه الناس في امم افريقيا؟ انا ولا شايف ممكن ما فيش مفاجات؟ لا انا لازم ان احنا شايف ان احنا محتاجين مفاجات، لان زي كده ما كيروش عمل في 2021 ولقيناه مدخل محمد عبد المنعم، ما كانش حد يعرف محمد عبد المنعم ولا احمد سامي. ممكن يعمل كده؟ ممكن طبعا. انا شايف ان احنا حاليا الظروف اساسا بتتاح لك الفرصه. مين الاسم اللي انت شايفه ان ممكن عنده امكانيات دي؟ لو هتكلم على قلوب الدفاع ففي 2 عندي، مصطفى العش
وعمر فايد. الاثنين دولت انا شايف ان هم لازم ياخدوا فرصه في منتخب مصر حاليا، لان انت خلاص في غياب الونش وغياب حجازي، حتى لو رجعوا من الاصابه وغاب مستواهم، مفيش غير عبد المنعم الوحيد اللي ضامن مكانه. فانت لازم تدخل ناس معاه. علي جبر كبر في السن حتى لو موجود، احمد سامي برضو كبير 30 سنه وما عندوش خبرات دوليه كافيه، فلازم الاولى بالفرصه ان هم يكونوا صغار السن. واكتر اثنين صغار السن بيقدموا مستوى مميز في الفتره دي مصطفى العش في الدوري وعمر فايد المحترف. قبل ما اطلع فاصل في ثانيه، عندك اسامي؟ لا، هو زي ما احمد قال، بس انا ما اعتقدش ان روي فيتوريا يجازف في الوقت ده. هو راجل كان بيحضر منتخب مصر اكيد في ماتشين كاس العالم ومباريات الوديه اللي لعبها، بيحضر قائمته لبطوله الامم الافريقيه. اعتقد لو هو كان فكره ان هو يضم الاسمين دول تحديدا كان ضمهم في الفترات السابقه. طب اعكس معاك في حراسه المرمى، لا مش هفيش الكابتن هي القائمه من الثلاثه، يعني اكيد محمد الشناوي هيكون رقم واحد. مين؟ محمد الشناوي رقم واحد هيكون متواجد، او احمد الشناوي هيكون موجود. ثلاثة يعني مفيش حد في حراسة المرمى ضامن مكانه غير محمد الشناوي، الباقي كله مستوى متذبذب جدا. يعني هو زي احمد بيتكلم المستوى المتذبذب يعني، بس اكيد هيكون انضم في الفترة الأخيرة، مش هيكون لاعب جديد ينضم للمنتخب اول على راداره يعني. بالظبط، لكن تدخل لاعب جديد يعني ممكن محمد احمد ابو جبل مثلا، وليه مش هيكون لاعب انضم ولاعب وليه مش صبحي وليه مش بسام، لو ما بيلعبش هتبقى الامور صعبه، ولو مين مش بسام انا كل دول صح. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع بقى سريعا وناخد تشكيل متوقع للنادي الاهلي امامنا كده على الشاشه، ونشوف احمد رايك في التشكيل المعروض ده. يعني محمد الشناوي، محمد الشناوي مع لور ربيعه، بس ياسر ابراهيم، هاني، امام، يانج، مروان عطيه، كريم فؤاد، حسين الشحات، كهرباء. اتوقع طبعا هو دوت يعني التشكيل المثالي حاليا في ظل الغيابات طبعا بعد اصابه عبد المنعم دي تحديدا، اصابه قويه يعني مزعجه جدا للاهلي، لان هو زي ما قلنا احسن مدافع في مصر حاليا كلها والوحيد اللي ضامن مكانه في المنتخب. فبعد اصابته النهارده ياسر ابراهيم هي فرصه ان هو يخش ويمكن يرجع تاني للتشكيل الاساسي. كريم فؤاد ولا بيرستاو؟ بيرستاو بقاله فتره من ساعه التوقف الدولي هو بياخدش، فكريم فؤاد كل ما بيلعب بيثبت وجوده، لكن كون ان كريم فؤاد على الشمال دي ما جربناهاش. كريم فؤاد دايما بيلعب جناح يمين، انما الجناح شمال المره دي في وجود حسين الشحات هي دي اللي ممكن يفكر فيها مارسيل كولر. ولو بيرستاو جاهز وكنا ان المباراه مش في مصر في اجواء افريقيه، فممكن يكون الافضليه هنا لبيرستاو. ماهر رايك؟ اكيد وجود بيرستاو يعني كافضل كلاعب عنده خبرات. بيرستاو لسه ما يعني بعد العوده الافريقيه او التجمع الدولي لسه ما لعبش مع النادي الاهلي، بس اكيد وجوده في ارض الملعب بيفرق. لاعب يعني مؤثر جدا في صفوف النادي الاهلي وحتى كمان مع منتخب بلاده. فلو وجوده في لقاء مهم زي ده في الاجواء الافريقيه الصعبه دي امام فريق يانج افريكانز اكيد هيفرق مع النادي الاهلي. عايز اعرف منك في دقيقه موضوع رابطه الانديه الافريقيه. هو يعني الاتحاد الافريقي لكره القدم قرر ان هو ينشئ رابطه خاصه بالانديه الافريقيه. هو يعني نوع من التقارب للانديه في القاره الافريقيه. هيكون عددهم 80 نادي تحديدا اختارهم الاتحاد الافريقي. انا شايف ان الرابطه ملهاش دور، ان الادوار كلها اللي الرابطه واخدها هي نفس الادوار بتاعت الاتحاد الافريقي. يعني بيتكلموا عن ان الانديه ازاي تتعامل مع الحكام ومع الفار، ازاي الانديه تتعامل مع العلامات التجاريه، ازاي الانديه تتعامل مع الامور الماليه اللي بتاخدها من الاتحاد الافريقي. كل الامور دي بعد كده بتخضع للاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي هو اللي بيدير الامور دي اساسا. انا مش عارف هي فكره انشاء الرابطه ايه بالظبط. هم اصلا الافكار اللي طلعوها الرابطه ملهاش دور، هو رئيسها رئيس نادي يانج افريكانز التنزاني هو رئيس الرابطه، والاهلي عدو في الرابطه يعني كان في مجلس اداره الرابطه، غير عضويه 6 انديه مصريه برضو من ال 80 نادي المتواجدين. هي بيانات طلعت وحاجات يعني معلومات طلعت، لكن كدور مؤثر ما اعرفش هي دورها هيكون ايه بالظبط. هل مودست ممكن يطلع قماش؟ مودست مفروض ان هو مهاجم كويس، يعني طبعا هو كبر في السن خلاص عارفين، وان هو جاي مش في افضل حالاته البدنيه. الفكره هتصبر عليه لحد امتى؟ وهل في حد اجهز منه وانسب منه ان هو يلعب؟ طب ما صلاح محسن لما بيلعب ما بيثبتش وجوده برده. هم دولت الاثنين مهاجمين. كهربا افضل ولا مودست؟ لا كهربا، بس كهربا مش مهاجم صريح. كهربا احسن لانه افوق بدنيا حتى لو بيأديها. هو افضل ولا مودست؟ لا حاليا هو كهربا الاساسي، هو الحل الاساسي بالنسبه لي طبعا. ومودست مش هيلعب الا لما يكون كهربا مش متاح. لحد لما مودست يبدا يفوق شويه وقتها ممكن توظف كهربا كجناح اللي هو مركزه الاصلي وترجع مودست كمهاجم صريح. الى هذا الحين هيفضل كهربا هو الحل الاول بالنسبه لكولر كمهاجم صريح.
نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع تاني بقى والسؤال اللي كل الناس قاعده بتفكر فيه، في مهاجم افريقي النادي الاهلي يجيبه من افريقيا؟ في اسماء كتير معروضه على النادي الاهلي، في مهاجم مميز جدا على فكره معروض على النادي الاهلي ومارسيل كولر عجبه المهاجم ده، ده مهاجم الاتحاد المنستيري، مهاجم من مالي اسمه بوبكر، واحد من اللعيبه المميزه في الوقت الحالي في تونس، ولو جه النادي الاهلي هيفرق مع النادي الاهلي، مهاجم سنه صغير مختلف تماما عن مودست، طريقه لعبه مختلفه، لعب سريع، كان عنده تجربه احترافيه في اوروبا لمده صغيره وعاد الى تونس، لكن بالنسبه لسنه ده واحد من المهاجمين المميزين، وكمان هيتطور في النادي الاهلي ومدرسه استاد مالي، مدرسه استاد مالي بقى واحده من المدارس اللي بتطلع لعيبه متاسسين في كره القدم بشكل صحيح، ويقدر النادي الاهلي يستفاد منه لو جه النادي الاهلي، وعلى فكره يعني الصفقه دي داخل عليها انديه كتير في المنطقه الافريقيه وكمان في انديه الخليج في الوقت الحالي، واعتقد ان هو قريب من النادي الاهلي. عماد متعب اخذ المفتاح هو ماشي، دي حقيقة، من ساعة عماد متعب مفيش ولا مهاجم جه الأهلي جمهور الأهلي بيثق فيه وشايف إن هو يعني مشروع يقعد معاك لسنين طويلة أنت بتبني عليه الفريق خلاص. يعني يمكن الاثنين اللي كان فيهم الملمح من الموضوع ده كانوا وليد أزارو وأنت مشيته ومحمد شريف برضو، وكان الاثنين مش بينال الثقة الكبيرة من الجمهور، يعني الجمهور ما كان شايف إن هم عماد متعب لا، بس على الأقل بيجيبوا جوال كتير فاللي هو مقبولين. فأعتقد الأهلي بحاجة ماسة إلى مهاجم يعتمد عليه ومهاجم يكون عنده شخصية الأهلي، إن أنا ما بشبعش من الأهداف، لازم كل ماتش أجيب جون واتنين وأكسب الفريق، مش بس أجوان أنزل في الوقت لما يكون الفريق مش محتاجني فأنزل أخد الثقة إن أنا أجيب جون. الشخصية دي اللي موجودة عند المهاجمين مش موجودة في مهاجمين الأهلي منذ فترة طويلة للأسف. هل من وجهة نظرك الزمالك يقدر يعيد تجربة موسيماني مع الأهلي؟ إن موسيماني يجي نادي لا أول أو بديل بس من المنطقة الأفريقية؟ يعني أعتقد الزمالك في الوقت الحالي عنده مشاكل مالية كبيرة، الزمالك في الوقت الحالي عنده مشاكل مالية، عنده مشكلة القيد، ففي أولويات أكيد في الوقت الحالي عند الزمالك، لكن إن الزمالك يجيب مدرب من المنطقة الأفريقية في أسماء كتير، في رولاني مكوينا مدرب سان داونز في الوقت الحالي مرتبه صغير، بس هل نادي الزمالك ياخد كام بقى؟ مرتبه هناك 30,000 دولار، ده مرتبه هناك 30,000 دولار، هل نادي الزمالك هيقدر يدفع له مرتبه؟ في فلورا ابيانج مدرب الهلال السوداني وعمل معاهم انجازات وغلب الترجي النهارده وغلب الاهلي والزمالك قبل كده، عليه شرط جزائي داخل في 500,000 دولار، هل هيقدر الزمالك يتفاوض معاه؟ الزمالك حاليا عنده مشكله ماليه قبل ما يعني ما نتكلم عن مدرب او كده، لا في مشكله القيد الاول، اعتقد هذه الاولويه عند مجلس اداره الزمالك في الوقت الحالي يحلوها اولا ثم البحث عن مدرب. انا سمعت عمر كمال ابو واحد ممكن الزمالك يخش عليه، دي ممكن تبقى كلام مظبوط؟ عشان يخش عليه لازم يفتح القيد الاول. الزمالك عنده فلوس ان هو يفتح القيد حاليا؟ الزمالك حاليا محتاج يصرف في ثلاث بنود، اول بند ان هو يجيب مدرب، لو استقر الامر ثاني بند يفتح القيد، ثالث بند يجيب لعيبه، بس فاللي هو انت انهي اولوياتك وهل انت اصلا قادر انت عارف ثلاث بنود ولا محتاج كام؟ كام؟ لا انا ما بسالك، لا يعني هو فك القيد لوحده محتاج 2.5 مليون دولار، فده مبلغ كبير جدا ان انت تجيب مدرب اجنبي حسب البادجت، البادجت اللي هم حاطينها قالوا ان هو من 800,000 ل 1,000,000 دولار، مش هيصرفوا اكتر من كده في راتب المدرب، ان انت بقى تجيب عمر كمال عبد الواحد او تجيب صفقات جديده، فعلى حسب الكاتيجوري اللي انت هتحطه ممكن تجيب صفقات من الدرجه الثانيه عادي وتكون كويسه زي ما حضرتك قلت في الانترو، وممكن تجيب لعيبه هي الفرز الاول في الدوري وتبقى ضامن نجاحها فتحتاج فلوس كتير. من وجهه نظرك مبولولو يسوى كام لو الاهلي دخل عليه؟ الاهلي لو دخل في مبولولو انا ما اشجعش ان الاهلي ياخد مبولولو اصلا، مبولولو عنده 31 سنه، مش المهاجم اللي هو لسه صغير في السن، مبولولو ناجح وحاليا هو احسن مهاجم في الدوري المصري، ما عنديش شك في ده مع الاتحاد السكندري، لكن انت كاهلي لما جربت النوعيه دي من المهاجمين من اللي انت بتجيب من الدوري المصري لاعبين ما نجحتش معاك وكان اخرهم والتر بواليا، فان انت تغامر تاني الفريق مش هيبقى حمل مغامرة جديدة في ان انت تجيب اسمه ويفشل تاني، لان الجمهور ما عادش متقبل بعد الصفقات المؤخرة عملتها كلها في الشق الهجومي وما نجحتش من الاجانب، فاعتقد ان انت تجيب مثلا واحد زي بوبكر اللي كان ماهر بيتكلم عنه يبقى اوقع من ان انت تجيب مابولولو مهاجم ممتاز، تخيل ان هو يبقى عنده 31 سنة مع الاتحاد السكندري مش الفريق اللي هو في الاندية القمة في الدوري ويدخل منتخب انجولا
من بوابه الاتحاد رغم ان هو ما كانش يعني معتاد ان هو يخش المنتخب، فانا بقللش منه تماما، ولكن هي هتبقى مغامره ان الاهلي يجيبه بسبب سوابق الفشله مع الفريق، فعشان كده ما رجحش ان هم يعملوا كده. بس في نقطه يعني بالنسبه لمبلولو برضو، الاهلي جاب مودست وجاب مهاجم سنه كبير، الاهلي لو في الفتره الحاليه ما لقاش مهاجم سنه صغير يقدر يستفيد منه النادي الاهلي يسوى اعتقد يسوى كام؟ لا يسوى كتير، اللي خلى هيسوى 2 مليون دولار 2.5 مليون دولار اللي خلى في مودست الدفع فيه الرقم ده. يرجع بعد الفاصل نكمل حديثنا. نرجع بقى ونشوف فرص الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه والكونفدراليه. يعني الاهلي عنده منافسه كبيره الموسم الحالي في بطوله دوري ابطال افريقيا مع ناديك المفضل. لا هو مش ناديه مفضل. ايوه انا عارف انت بتشجع سان داونز وانا اللي عارف، ما مصر كلها عارفه. لا هو مش ناديه المفضل سان داونز. ما بسمعكش في برنامج غير في راديو يا جماعه، ما حدش يزعل مني حتى في راديو كنت بسمع يا جماعه من فضلكم ما حدش يزعل. كابتن انا بقول الحقيقه. ايوه يعني صح، فريق سان داونز هو الفريق الافضل في القاره الافريقيه في الوقت الحالي. فريق سان داونز كان منافس مع الاهلي في بطوله الدوري الافريقي وقدر يحقق البطوله وخدها على حساب صح. الاهلي حامل لقب دوري ابطال افريقيا وخدها على حساب الوصيف كمان اللي هو الوداد في المباراه النهائيه. الوداد سان داونز اسف شغالين بشكل جيد جدا، كمان مدربهم رولاني مكوينا، وعلى فكره رولاني مكوينا بيسموه جوارديولا افريقيا في الوقت الحالي كمان. يعني الراجل ماشي بشكل جيد وفي ليه تصريح كده يا كابتن، يعني في ثقه كبيره. كان بيتكلم في اللقاء الاخير امام بعد لقاء نواديبو الموريتاني في ذهاب دوري المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا، قال الترابيزه اللي انا قاعد عليها دي هجيب عليها بطوله دوري ابطال افريقيا. الراجل عنده ثقه كبيره جدا وهيكون منافس يعني قوي. يعني مين الافضل؟ بنتكلم ان سان داونز هو المرشح الاول لبطوله دوري ابطال افريقيا. احمد طبعا سان داونز والاهلي طبعا مهما حصل، وعلى فكره حتى لو الاهلي بقى كان مستواه فضل متراجع كده برضه ده بالنسبه لي هو المرشح الاول لدوري ابطال افريقيا. هو زي كده ما منتخب مصر كنت بتكلم من شويه ان هو في كاس الامم يمكن مش اقوى قايمه بس هو المرشح الاول او ضمن المرشحين، فالاهلي بالنسبه لي هيفضل ضمن المرشحين لان الفرق الثانيه بتخاف منه. حتى لو تبقى كويسه لما بتيجي تلعب الاهلي بتعمل احيانا حساب زياده عن اللزوم فيخسروا. توقعات بكره الاهلي ويانج افريكانز مباراه صعبه لان الاهلي افتقد لعبد المنعم، ويانج افريكانز من الفرق المتطوره واللي عندها اجواء كويسه في ملعبها يعني بالجمهور، ولكن اتوقع برضو الاهلي بخبرته قادر على العوده على الاقل بنقطه لو ما كسبش. يعني اكمل بس اعقب على كلام احمد، مفيش فريق عاوز ينافس على بطوله دوري ابطال افريقيا لازم يكون عنده مهاجم ومهاجم صريح. الاهلي ما عندوش مهاجم صريح عشان ينافس على بطوله دوري ابطال افريقيا. السنه اللي فاتت كان عنده الاهلي السنه اللي فاتت كان عنده. شفت السؤال عامل ازاي؟ لا 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 ده سؤال في المقصات. لا اكيد لا ما فيهاش حاجه. لا السؤال ارد على حضرتك. شوفي المنافس السنه اللي فاتت كان مين اللي بيلعب قدامك. سان داونز برضو قلنا ان هيدغدغ الدنيا وبتاع وطلع من الوداد، واستنينا سان داونز في النهائي لان الوداد هو اللي جاي. يا كابتن كلنا نتمنى الاهلي ياخد البطوله. لا ما تهربش مني، انت سالتني سؤال قلت لي في فريق ينافس من غير مهاجم. الاهلي اعتقد ان الاهلي اخذ البطوله من غير مهاجم. يا كابتن ما الاهلي كان بيلعب في بطوله الدوري الافريقي يعتبر برضه من غير مهاجم. السنه اللي فاتت ما ردتش عليا. ما بطوله السنه اللي فاتت النهارده سان داونز السنه اللي فاتت مختلفه عن سان داونز السنه دي. سان داونز السنه دي عنده مثلث هجومي كان غايب عنه امام النادي الاهلي وعدى من النادي الاهلي وعاد المثلث الهجومي سواء روبيرو ماسيكو بيتر شالولي وثبت ان هو الفريق الافضل في القاره الافريقيه في الوقت الحالي. فرقه سان داونز يجب على النادي الاهلي ان يتدارك مشكله المهاجم في فتره الانتقالات القادمه عشان ينافس على بطوله دوري ابطال افريقيا. شرفتوني ونورتوني. شكرا يا كابتن سيف. ما بشكرك. شرف وجودك احمد. شرف وجودك دايما. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا.
خلصنا حلقتنا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، اشوفكم بكره ان شاء الله على الف خير بعد قليل. نجمه اون تايم سبورت شيماء صابر او شيما بعد الفاصل.